مرحبا. يا الله. يشرفني ويسرني اليوم أن أكون بينكم. إطارات وزارة المالية بكل مكوناتها للإشراف على تنصيب السيد عبد الرحمن راوية وزيرا للمالية، وهو من الإطارات الكفأة لقطاع المالية، وأنتم تعرفون هذا الشخص وما أعطاه للقطاع. وأتمنى من كل إطار حاضر هنا أن يستمر في الديناميكية. قطاع المالية يجب أن يهب هبة واحدة من أجل إعطاء هذا الدفع القوي للإصلاحات التي سوف تؤسس للجزائر الجديدة. أشكر السيد الرئيس الجمهورية على هذا الأطالية مرة أخرى فرصة باش نعود للوزارة المالية، وهذا أظن نكون في حسن الثقة تاعو إن شاء الله وحسن النية للعمل أكثر وصعيدا. طبعا فيه تحديات كبيرة وكلكم عارفينها، العالم كله كان عنده، مرينا بمرحلة صعبة جدا. ما يريش يعني الآن ما قدروش أقوله باللي كل يعني خلاص فات هذه المرحلة هذه، ولكن يعني بدءا عندنا برنامج عمل تاع الحكومة، وعندنا برنامج تاع السيد الرئيس فيه أشياء اللي تعملت هذه السنوات الأخيرة بفضل الوزير الأول.